اهلا وسهلا بحضراتكم متابعي ومشاهدي التلفزيون اليوم السابع. معاكم سيد الخلفاوي من امام سينما فاتن حمامه، واللي بيتم هدمها بعد اصدار قرار ترخيص هدم لمالك العقار في عام 2018، وبعد تاكيد وزاره الثقافه والجهات المعنيه بان العقار ليس ذو طراز معماري او ذو قيمه معماريه. احنا معانا مالك العقار هيطلع يعني يقول لنا تفاصيل قرار الهدم وما يعني الكلام اللي تردد عن ان المبنى طراز معماري من عدمه، هيوضح لنا كل ده. طبعا هو معاه المسندات والقرارات الصادره من عده جهات بهذا الموضوع. اجرف عاد اهلا وسهلا بحضرتك يا حاج، عايزين اعرف نفسك وقول لي بقى تفاصيل الموضوع. انا اسمي رفعت حسين الابنودي، انا احد الشركاء في مبنى تطوير مبنى سينما فاتن حمامه، وانا بالنسبه بس ناكد يعني انت تقول لي معاك قرار بان هو المبنى بص يا فندم طراز معماري، عايزين برضه نعرفه دلوقتي. بص يا فندم انا ده هو قرار اهو، ده قرار من اللجنه الدائمه لحصر المنشات ذات الطراز المعماري المتميز. ما فيش حي في مصر ولا حي اداره محليه تقدر تهد اي مبنى الا ما بتخاطب لجنه التراث المعماري اللي هي تابعه للمحافظه التابعه بيه. وده قرار من سنه كام؟ من سنه 2017. حي مصر القديمه بعت جواب للجنه الدائمه لحصر المنشات ذات الطراز المعماري، وقال ايماء الى كتاب الاداره الشؤون القانونيه بالمنطقه الجنوبيه والوارد الينا برقم 1946 بتاريخ 29/11/2017 شان موقف العقار رقم 1 شارع الروضه المنيا المصري القديمه سينما فاتن حمامه من الطراز المعماري، حيث علم سيادة نحيط علم سيادتكم بان اللجنه الدائمه للطراز المعماري المتميز قد قامت بمعاينه العقار المذكور بعليه، وهو عباره عن دور ارضي وزاد اول، وكان راي اللجنه بان المبنى ليس له قيمه معماريه او عمرانيه، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس اللجنه دكتور صلاح زكي سعيد. طبعا بعديها قرار الهدم طلع بناء على هذا القرار طبعا، بناء على لجنه المنشات ايضا عينه العقار لجنه المنشات، وفي قرار ثاني كمان هم بيخاطبوا كمان حاجه اسمها التخطيط العمراني، لانه الشارع شارع الروضه ده اساسا اسمه شارع صلاح سالم، تخطيطي شارع 60 متر، احنا ردين 17 متر من الملك، يعني حوالي 300 متر رايح من الارض بتاعتنا عشان نبني مبنى ذات تراث معماري مميز زي القاهره الخديويه واحسن، لان احنا بنحاول نحافظ على تراث مصر. طيب واللي بيقول لك اي كلام غير الكلام ده احنا ما بنعملش غير الصح. المكان حاجه وهتعملوا دور هنجدده، هنعمل فيه دار عرض في الدور الارضي على احدث النظم التكنولوجيه والحديثه، لانه كان المبنى مهلك هو من سنه 2008 لغايه ما احنا استلمنا الموقع كان عباره عن خرابه، وكان وحاولوا يجددوه اصحابه اللي قبلنا ما عرفوش، وكانت مش ما واخداها شركه دار عرض، واشتغلت فيه اكتر من 14 سنه ما كانش ذات جدوى. فاحنا بنعمل دلوقتي اقررنا ان احنا نعمل حاجه فيها حاجه تراثيه على النظم الحديثه تتماشى مع العصر. في جراج هيبقى في جراج وهيبقى في اتنين جراج تحت الارض، جراجات لخدمه المبنى والناس المجاوره، لانه ده مساحه الجراجات فيه حوالي 1400 متر يسع حوالي 150 عربيه. فاحنا بنعمل حاجه بنحاول ننظم نعمل حاجه اسمها يعني دي زي ما قال سياده الرئيس ان دي مصر الجديده، واحنا ما بنعملش غير الصح. احنا ناس مستثمرين بس صح مستثمرين، بس احنا بنحاول نعمل ما بنمشيش الا بالقانون، واحنا ما عملناش حاجه غلط، واي واحد يتكلم يقول غير كده احنا مستعدين معانا اوراق تثبت كده، واحنا اصحاب حق. فهمتني؟ ان شاء الله يا حاج يعني نيجي بقى في افتتاح السينما باذن الله، يعني ان شاء الله ان شاء الله يا فندم ان شاء الله.
وهي برضه حد من الاخوه الفنانين هيكونوا هيشاركوا في افتتاحها باذن الله، وهتبقى اسم سينما وبرج سيده الشاشه العربيه فاتن حمامه، وهيبقى ذات قيمه معماريه مميزه. احنا لو هوري لك المنظور هتقول لي حاجه مبهره. احنا بنحاول نعمل حاجه زي القاهره الخدويه. حطيتوا التصميمات احنا عملنا طبعا ان شاء الله. هبعت لك صوره من الـ من الـ من المنظور بتاع المبنى، حاجه تحفه معماريه هتبقى. احنا ما بنعملش غير الصح ان شاء الله باذن الله، واحنا ما بنشتغلش الا بالقانون، واحنا اللي خلانا قعدنا. احنا الموضوع كان وقفونا ايقاف مؤقت، لانه الناس دي مش يعني بعض الايادي المرتعشه للاسف في بلدنا هي اللي تعبانه، انما في بعض الناس الايدي النظيفه هم اللي اعطونا القرار عشان نشتغل، لان احنا اصحاب حق وكل واحد ياخد حقه والحمد لله. الف شكر حاج حبيبي، تسلم لي تسلمي، وربنا يجعلنا في اهل خير وفي ظل دوله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ان شاء الله مصر هتبقى بخير ومصر هتبقى قد الدنيا، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. شكرا حبيبي، شكرا. متابعين معاكم في هدم سينما فاتن حمامه وتجديدها مره اخرى، يعني ان شاء الله هيبقى في اعاده بناء للمكان تاني زي ما حضراتكم سمعتوا من مالك العقار، ان هيبقى في بناء برج سكني على الطراز المعماري في القاهره، وهيكون في دور سينما وافتتاح اعاده افتتاح مره اخرى للمكان بعد تطويره. وايضا هيكون زي ما مالك العقار قال هيبقى اسمه مبنى اداء يعني برج فاتن حمامه وسينما فاتن حمامه، لان هيتعمل هنا في دور سينما. نشكر حضراتكم، كنت معكم سيد الخلفاوي من امام مبنى فاتن حمامه في منطقه المنيل. هنحاول نعرض لحضراتكم برضه ترخيص الهدم الصادر في عام 2018. ده رخصة الهدم، دي رخصة الهدم في الخاصة بمبنى سينما فاتن حمامة، رخيص هدم رقم 10 سنة 2018 طبقا لقانون 49 سنة 1977 واللائحة التنفيذية. ده رخصة الهدم اللي صدرت من حي مصر القديمة في محافظة القاهرة بعد يعني الحصول على المستندات من اللجان المختصة والجهات المختصة بتأكيد ان مبنى سينما فاتن حمامة ليس طراز معماري ومبنى ليس ذو قيمة معمارية، بالتالي حصلوا على ترخيص الهدم. المبنى الجديد ان شاء الله اللي هيتبني هنا في المكان هيبقى حدوده زي ما احنا واقفين كده، هيبقى هيرجع ورا 17 متر من الشارع عشان يبقى فيه يعني تنظيم خط التنظيم وتوسعة الشارع، وهيتبني مكانه برج سكني فيه 2 جراج يسع 150 سيارة ودور سينما أسفل البرج. البرج هيبقى على شكل الطراز المعماري عشان يبقى مناسب للمكان. هذه أعمال الهدم يعني أوشكت على الانتهاء. المبنى كان مكون من دورين وأرضي، مجموعة من المحال ودور السينما ودور العرض. ده قرار الهدم، قرار الهدم، ترخيص الهدم، ترخيص الهدم اللي خده المالك. دي عدد من المحال طبعا المبنى زي ما طبقين، دور عرض فوق السينما القديمة. ده ترخيص الهدم الصادر من حي مصر القديمة في محافظة القاهرة.
طبقا للقانون. الترخيص ده صدر 2018. طبعا قرارات اللجان المختصه بان العقار طراز معماري من عدمه طلع في 2017 وعرضناه لكم مباشر من مالك العقار. المبنى الجديد اللي هتبنى هيبقى اخره هنا كده شارع الروضه، هيرجع ورا 17 متر. انا هاخد كل المساحه دي كده، هيرجع ورا بيها 17 متر. يعني سينما فاتن حمامه من ال يعني اطلق عليها اسم فاتن حمامه، كان الاول اسمها سينما الطلبة نظرا لإقبال أو عدد الطلبة اللي كانوا بيدخلوها كتير، وبعد كده بقى اسمها سينما فاتن حمامة بقرار من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في الثمانينات. ومنذ أن أطلق عليها اسم سيدة الشاشة العربية وهي حظيت باهتمام كبير من الجمهور، ولكن طبعا المبنى طبعا قدم، فالملاك بعد انتهاء عقد الإيجار الخاصة بشركة العرب في 2002 الملاك اخذوا ترخيص هدم من حي مصر القديمه، ولما تقدموا للحصول على ترخيص الهدم طبعا تردد اقاويل ان المبنى ذات طراز معماري، فتم تشكيل لجان من عده جهات بان هم يشوفوا المبنى هل هو طراز معماري او لا. وطبعا كان في اكثر من قرار قال ان المبنى ليس طراز معماري وليس ذو قيمه معماريه، وبالتالي اصدرت محافظه القاهرة ترخيص الهدم للمالك بناء على الطلب المقدم منه. واحنا هنا في منطقة الروضة، ده شارع الروضة، وال يعني المبنى او المبنى الجديد هيكون بشكل طراز معماري، وهيكون هيرجع 17 متر من الشارع عشان وفقا ل يعني القانون التنظيم او خط التنظيم، عشان يبقى فيه مساحه او يوسع الشارع اكتر من الشكل اللي موجود دلوقتي. نشكر حضراتكم سيد الخلفاوي من منطقه الروضه او منطقه المانيا في مصر. Thank you.